بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره، عن مجاهد وغيره من أهل العلم رحمهم الله، أن الله تعالى لما بوأ إبراهيم عليه السلام مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر عليهما السلام، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني على البراق. البراق دابة أكبر من الحمار ودون البغل، ومعه جبريل عليه السلام يدله على موضع البيت الكعبة المشرفة ومعالم الحرم أي حدود الحرم. وخرج معه جبريل عليه السلام، فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذا أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: امضه، أي امشي، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عضات سلم وسمر، يعني أشجار شوك سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة، يعني مكان مرتفع. فقال إبراهيم عليه السلام لجبريل عليه السلام: أهاهنا أمرت أن أضعهما، أي إسماعيل وهاجر عليهما السلام؟ قال: نعم. وعمد بهما إلى موضع الحجر، أي مكان الحجر، فأنزلهما فيه، وأمر هاجر عليها السلام أم إسماعيل عليه السلام أن تتخذ فيه عريشا، يعني مكان مظلل. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا هشام بن حسان، أخبرني حميد عن مجاهد رحمهم الله قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنة، وأركانه في الأرض السابعة. الله أعلم. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد رحمهم الله: القواعد في الأرض السابعة. الله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر أن ذا القرنين عليه السلام قدم مكة، فوجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش كباش ضأن، فقلنا: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عبدان مأموران، أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى.
الله أعلم. وذكر الأزرقي رحمه الله في تاريخ مكة أن ذا القرنين عليه السلام طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت الكعبة المشرفة، وهذا يدل على تقدم زمانه، أي زمان ذي القرنين، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد، القواعد هنا هي أساس. وأما قوله والقواعد من النساء فالمرأة التي امتنع عنها الحيض يعني كبيرة تقال لها قاعد. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك أي قريش حين بنوا البيت أي الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام، يعني تركوا من موضع الحجر لم يبنوا، نفذت الدراهم التي جمعوها فتركوا هذا الموضع، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر، أي لولا أن قريش أسلموا يوم الفتح، فإذا هدم الكعبة ربما يتغيروا ويتأثروا، لولا حدثان أي قرب قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، الركنين اللذين يليان الحجر الشاميين، لم يستلمهما إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإنما استلم الحجر الأسود والركن اليماني. وقد رواه في الحج عن القعنبي، وفي أحاديث الأنبياء عليهم السلام عن عبد الله بن يوسف ومسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى، ومن حديث ابن وهب، والنسائي رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن القاسم، كلهم عن مالك رحمهم الله به. ورواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني أسلموا قريبا يوم الفتح، أو قال بكفر، قريب عهدهم بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. الكعبة فيها كنز، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق ذلك في سبيل الله، ولجعلت بابها أي باب الكعبة بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن لم يفعل خوفا أن يتغير الأمر على قريش ويرتدوا ونحو ذلك، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله أيضا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسر إليك حديثا كثيرا،
فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قلت قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، يعني كانوا كفار وأسلموا، فقال ابن الزبير بكفر، أي قريب عهدهم بالكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. ففعله ابن الزبير لما تولى عبد الله بن الزبير مكة، رد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن الحجاج هدم ذلك ورده إلى بناء قريش. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله، فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفاً، أي باباً من خلف. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، انفرد به مسلم رحمهم الله. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثني ابن مهدي، حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن مينا، قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، أي ألصقت الباب بالأرض فلم أرفعه، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا أن يدخل الناس منه، وبابا غربيا يخرجون منه، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، يعني من الكعبة، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا، قال ابن كثير رحمه الله: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وقد نقل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجارة، يعني في بناء الكعبة، وله من العمر 35 سنة، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما، يعني حجارة بعضها فوق بعض، فوق القامة، يعني طول القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، جماعة سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون الكنز في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك، رجل اسمه دويك مولى بني مليح بن عمرو في خزاعة، من خزاعة، من قبيلة خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم، فتحطمت السفينة، فأخذوا خشبها، أخذوا خشب السفينة فأعدوه، أي أحضروه لاستسقيفها، أي لتسقيف الكعبة. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة،
التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة الحية، تتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، أي قريش يهابون الحية، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها. فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة، يعني تتشمس على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها، بعث الله طائرا اختطف الحية فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، ولذلك أرحنا من الحي. بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، أي الحية. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، يعني بانبناء الكعبة، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا، يعني لهدمها وإصلاحها، فوثب من يده، أي الحجر خرج من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا. يعرفون الحلال، قالوا: لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال، لا يدخل فيها مهر بغي، أي مهر زانية، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس. يعرفون الحرام ويتعاطونه، أعوذ بالله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن إسحاق رحمه الله: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة، يعني ينسبون هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، يعني كل قبيلة يبنون جزء من أجزاء الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة يبنون هذا المكان، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي، ولبني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ولبني عدي ابن كعب ابن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، أي خافوا، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول الذي يهدم به الجدار، ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصب شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة، آخذ بعضها بعضا، أي مشتبك بعضها ببعض. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة، العتلة التي يهدم بها الجدار، بين حجرين منها، ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، يعني تحركت، فانتهوا عن ذلك الأساس، أي لم يهدموه. قال ابن إسحاق رحمه الله:
ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة، أي قدح، جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش يعني أكبرهم سنا كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد. أشار عليهم، قالوا: انظروا، أول من يدخل من باب هذا المسجد هو الذي يعني يقول في هذا الأمر ويصلح في هذا الأمر. اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يبعث بعد. فلما رأوه، ولكن كان معروف بالصدق والأمانة، قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبره الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، أي أحضروا ثوب. فأتى به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه في ذلك الثوب بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم قال: ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بني عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، كانوا يسمونه الأمين قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلعب إليها انصباب، فضمتها إليها، ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، أن كانوا عراة، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي نوع من الثياب، ثم كسيت بعد البرود جمع برد، وأول من كساها الديباج وهو نوع من الحرير، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60.
يعني صار حريق في الكعبة، حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60 من الهجرة، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير رضي الله عنه، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحجاج قتل ابن الزبير، حسبنا الله ونعم الوكيل، فردها إلى ما كانت عليه الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه. حدثنا هناد بن سي، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير رضي الله عنهما حتى قدم الموسم، موسم الحج، يريد أن يجرئهم، أي يحثهم أو يحذبهم على أهل الشام، أي لقتال أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، أي ما ضعف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها، تصلح ما ضعف منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيها أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير رضي الله عنهما أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: إني سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، يعني أسلموا يوم الفتح، وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت له باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه. قال ابن الزبير: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أساً، يعني أساس نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعاً، فلما زاد فيه استخصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير رضي الله عنهما كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاده من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه ونقضه وعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي رحمه الله في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
بالمرفوع منه، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر القصة، وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي رده، هو الذي ود أي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وددنا أنا تركناه وما تولى، كما قال مسلم رحمه الله. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع، قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير رضي الله عنهما، سمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء رحمهم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض، يعني لاصقين بالأرض، شرقيا وغربيا. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها، أي باب الكعبة؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط، أعوذ بالله. قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، يعني جعلها يحفر أن يفكر، ثم قال: وددت أني تركت وما تحمل، أي تركت ما فعل ابن الزبير، ولكن بعدما هدمها الحجاج. قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل، حدثنا أبو عاصم حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير رضي الله عنهما، حيث يكذب على أم المؤمنين، ما كذب، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقرت البيت حتى أزيد من فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، لا تسب ابن الزبير، فأنا سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما، فلو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك
رحمه الله عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. يعني أشار الإمام مالك أن لا يهدم، يترك على ما هو عليه. فترك ذلك الرشيد، أي لم يهدمه، وقبل نصيحة مالك رحمه الله. نقله عياض والنواوي رحمهم الله، ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، نعوذ بالله. في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يهدم الكعبة، حين لا يبقى مسلم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه البخاري ومسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، نعوذ بالله. أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به، أي كأني بذلك الحبشي، أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. أفحج يعني بعيد ما بين الساقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها، أي ما فيها من الذهب، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع ليس على مقدم رأسه شعر، أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قال: الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق، الفدع بعد ما بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج وماجوج، أعاذنا الله من الفتن. لما جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن جرير، قال ابن جرير رحمه الله: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك بالطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي، حدثنا معقل بن عبد الله عن عبد الكريم: واجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا سعيد بن عامر عن سلام ابن أبي مطيع في هذه الآية: وجعلنا مسلمين، قال: كانا مسلمين ولكنهما سأله الثبات، أي ثبتنا على الإسلام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال إكرمة رحمه الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال الله: قد فعلت، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله: قد فعلت.
اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. وقال السدي رحمه الله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنياني العرب، يعني من أسلم منهم. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم عليه السلام بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني كان فيهم طائفة على الإيمان وأكثرهم فاسقون. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إبراهيم عليه السلام دعا الله فاستجاب الله له، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين، أي في العرب، رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من على وجه الأرض مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله، فمن أبى فهو من أهل النار. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. الصدقة الجارية الوقف، إذا أوقف وقفا للفقراء والمساكين، أو علم ينتفع به بأن علم الناس العلم الشرعي، أو ولد صالح يدعو له، رزقه الله ولد ورباه وأحسن التربية. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات، وأرنا مناسكنا. قال ابن جريج عن عطاء رحمهم الله: وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها. وقال مجاهد رحمه الله: وأرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء رحمه الله أيضا وقتادة رحمه الله نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور رحمه الله: أخبرنا عتاب بن بشير
عن خصيف عن مجاهد رحمهم الله قال: قال إبراهيم عليه السلام: أرنا مناسكنا. فأتاه جبرائيل عليه السلام فأتى به البيت الكعبة، فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا، قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منى، فلما كان من العقبة إذا إبليس أعوذ بالله منه قائم عند الشجرة، فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما جاز به جبريل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه، فذهب إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم عليه السلام حتى أتى به المشعر الحرام المزدلفة، فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم عليه السلام حتى أتى به عرفات، قال: قد عرفت ما أريتك؟ قال: هذا ثلاث مرار؟ قال: نعم. وروي عن أبي مجلس وقتادة رحمهم الله نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن إبراهيم عليه السلام لما أتى به منى فقال: مناخ الناس، مناخ الناس هذا، يعني ينيخون هنا. فلما انتهى إلى جملة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا مزلفة فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل عليه السلام: ما عرفت؟ اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين أي العرب إليهم إلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن الصالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، يعني خلق الله آدم وقبل أن يتم خلقه مكتوب عند الله أن محمدًا هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان بن عامر، سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام بي، ورأت أمي أن يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام.
والمراد أن أول من نوه أي رفع بذكره وشهره بالناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل عليه نسباً، وهو عيسى بن مريم عليه السلام حين قام في بني إسرائيل خطيباً وقال: إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم عليهم السلام. قوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناماً رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك التوطئة يعني مقدمة، وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين رحمهم الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، اللهم اجعلنا منهم. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام، اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والسنة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيبت لك، وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة رحمهم الله. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم رحمهم الله. وقيل الحكمة الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني طاعة الله والإخلاص، يأمرهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله جل جلاله. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تبارك وتعالى رادًا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام، فإنه جرد
أي أخلص توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي الله عز وجل، فإنه سيهدي. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفاه، من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.